في واحد من العساكر قال له أطفي الإضاءة وطفي العربية. فهو طفى الإضاءة لكن ما بطل العربية. لما نزل هو كان شايل سلاح، قام المهرب قال لنا أمسكوا قوي عشان ما تقعوا، أنا حسوك يعني جامد. المهم ساق العربية والعسكري جا نازل من فوق بقى يضرب نار، ضرب انضرب علينا نار. هذه كانت رحلة أسماء من أم درمان إلى القاهرة، 4 أيام تتنقل من سيارة إلى سيارة، تتكدس مع شقيقتها وشقيقها في صندوق سيارة تقطع الصحراء، هرباً إلى مصر وفراراً من أحد أعنف الصراعات التي دارت في السودان، وهي الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، صراع خلف 12,000 قتيلاً على الأقل من بينهم زملاء أسماء من الدراسة. أنا لما طلعت في اللحظة دي لقيت أخواني، ولقيت أخوي أصغر مني وبرضه أختي أصغر مني. في اللحظة دي أنا شايفة 2 من رفيقاتي في الدراسة اتقطعوا قدامي، هم ميتين يعني جثث. ولقينا يعني في الليلة ديك الناس بدت يعني يعني ما في زول بيفتش في ولده، ما في زول بيفتش في بنته. الناس بدت إنه تلم الجثث، تلم البغايا، فكان يعني بتلقى رجل مفتورة، راس مفتور، أحشاء برا. في الحارة كانت عبارة عن دم يعني، حتى الريحة كانت عبارة عن دم، ناس كثيرة. بينما تتكرر مشاهد العنف وتجتاح 60% من مساحة السودان، وجد أكثر من 8.8 مليون سوداني نفسه مضطر للنزوح، وأكثر من 1,700,000 لجأوا إلى خارج البلاد مثل أسماء. في نفس الوقت من هناك يعني الوضع بقى صعب شديد، يعني من يوم اللي جيت ابتدوا برضو في الحلة ذاته. احنا كنا طالعين ماشيين على بيت أبوي، كان خطوبة أختي. في نفس الوقت يعني احنا مارقين في الشارع وزوجي مقدمني، يتهجموا علينا ناس في الشارع بالسلاح. في نفس الوقت يعني كان احنا مارقين على الطريق يتهجم علينا بالسلاح، كان بيضربوا من بعيد. في نفس الوقت العربية كان في واحد مقتول من الدعم السريع، قال واحد من الحلة قتله، وفي انه جا دخل الحي حقنا يعني، لانه شنو بقى ما بيعرف اي زول، هو جاي داخل يضرب اي زول قدامه. من بين أكثر من 1.5 مليون لاجئ اضطر مئات الآلاف مثل أسماء وعزيزة وغيرهم لعبور الحدود إلى مصر، الوجهة الرئيسية لمن غادر السودان بشكل غير نظامي مع عصابات التهريب. يرصد هذا التقرير عبر شهود عيان ومهربين هذا المسار الذي يخاطر فيه السودانيون بحياتهم، فيما أطلقوا عليه رحلة الجحيم. دي رحلة الموت، رحلة الهلاك، يعني جحيم. يعني احنا طلعتنا من بلدنا لبلد تاني احنا ما عارفين عنها حاجة. ظلت مصر هي الوجهة الرئيسية لمعظم الأسر السودانية الفارة من الحرب بسبب سماحها للنساء والأطفال والأعمار المحددة من الرجال السودانيين باجتياز الحدود دون الحاجة لتأشيرة. لكن في يونيو 2023 ألغت الحكومة المصرية تسهيلات عبور السودانيين إلى مصر، وطالبت بالتأشيرة لجميع السودانيين أياً كان وضعهم، ما خلق حالة من التكدس لآلاف العائلات على الحدود وأمام الأماكن المعنية باستخراج التأشيرات، ووصلت قوائم الانتظار لفترات تمتد لشهور. كل هذا لم يترك أمام الأسر حل للخروج إلا عن طريق واحد. أنا أصلاً ماشي هناك مع أساساً أجر التهريب، كان أطلع تأشيرة أشر وأجي داخلة بالطريقة العادية، لكن لقيت الأوضاع واقفة شديد. يعني لقيت قدامي 8,000 نفر، لقيت 8,000 نفر قدامي مسجلين ورقة كده قائمة، قال لي ده قدامك وحدي الورقة سجلي. ما سجلت 8,000، قلت أنا ما هقدر أنتظر قروش، طبعا ما عندي قروش أنا أنتظر لما أقعد 3 شهور 4 شهور، يعني قروش اللي عندي هتخلص. يعني أنا قعدت مع كم نفر قال لي القروش بتخلص، في ناس قالوا قايمين بالتهريب. عقب اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 قامت السلطات المصرية يمكن بعد الحرب بأسبوع أو أسبوعين بتخفيف قيد التأشيرة على القادمين من السودان، طبعا لاعتبارات إنسانية. يمكن ده استمر حوالي شهر أو أكثر من شهر، 5 أسابيع، إلى أن حدث أن قامت قوات الدعم السريع بفتح مقر الاحتجاز والسجون. فلاعتبارات أمنية طبعا توقفت الدولة المصرية عن إدخال السودانيين بدون تأشيرة، لأن ده ممكن يدخل عناصر غير مرغوب فيها. بالتأكيد ده عمل نوع من أنواع التكدس على الحدود،
خلى فيه أعداد كثيرة جدا من اللي كانوا جايين طبعا من جميع أنحاء السودان إلى الحدود مع مصر، توقفوا هناك للحصول على التأشيرة. قيام الدولة المصرية بالتشديد على مسألة التأشيرة لدخول السودانيين إلى مصر طبعا أدى إلى فتح طريق تاني غير نظامي، لأن دي الطريقة الوحيدة اللي الناس كانت بتنجو بيها بحياتها. تزايدت أعداد العابرين للحدود بطرق غير نظامية، خاصة بعد اجتياح قوات الدعم السريع منتصف ديسمبر الماضي لولاية جزيرة، حيث تنشط عصابات التهريب على نطاق واسع في الشريط الحدودي الذي يربط السودان بمصر. أسماء وعزيزة وفاطمة ثلاث نساء خاطرن بحياتهن وحياة أطفالهن بثلاث طرق تهريب مختلفة، هرباً من واقع دموي، وفي لحظة ما بدا لهن أن التهريب هو طريقهن الوحيدة للنجاة. أنا معي 8 أطفال وأنا حامل، يعني 6 شهور من شهر 5 جينا عايزين نروح نخش مصر عشان الحرب كان معانا، وعملت إضافة، أنا عندي جواز، أولادي مش عندهم جواز، عملت إضافة. يوم اللي أكون طالعة فيه لقوا الإضافة، قعدنا في المعبر لخاية سعر 8 ممكن يرجعوا الإضافة، ما رجعوها، وورا في حريب. قمنا قررنا أحسن نجي بالتحريف، قمنا جينا بالتحريف بأرجين. تتشابه قصص النساء الثلاث، ثلاثتهن استيقظن في يوم على مذابح دموية بحجم الوطن. لما حصلت الضرب إحنا يعني في نفس اللحظة طلعنا برا، شفنا في يعني إحنا بيتنا بيفتح في ميدان، كان في شباب أولاد الحي يعني بنعرفهم، 1 2 3 كده بنعرفهم. فالضربة الأولى كانت في الميدان، كانوا في شباب بيلعبوا في كورة، يعني اتحصروا في الوقت وقت الضرب كانوا 20 شاب، ديل اتبتروا أرجلهم وأحشائهم طلعت، وفي واحدين اسعفوهم المستشفى. بس يعني بعد كل يوم بيموت 2 3. تختلف قصص هروبهن إلى مصر، فبعد فشل محاولتهن في البداية دخولها بشكل نظامي، جاءت أسماء تهريباً عن طريق أبو أحمد، فيما تسللت عزيزة من حلفة ودخلت فاطمة إلى مصر عبر نهر النيل. طرق تهريب مختلفة لرصدها قابلنا في القاهرة محمد، وهو اسم مستعار لمهرب وافق على التصوير معنا بشرط إخفاء هويته. طرق أصلاً عامة كده 6 طرق، تمام؟ بيعبر عندك 4 شوارع بتدخلك مصر، ببرسودان عندك شارع، بحلفة عندك شارع، بحلفة بالنيل بالبحر، ببرسودان بتمشي يعني مسافة برجلك برجولك، والمسافة يعني بتقضيها بالباقي يمشي بعربية. يعني الرحلة كلها على بعض كده تاخد لها أسبوع 10 يوم، دلو الشارع قافل، الشارع فاتح بتاخد لها 2 يوم بالكثير. بعد مفاوضات شاقة داخل كل عائلة من أجل اتخاذ قرار نهائي بالهروب، تبدأ رحلة جديدة من المفاوضات مع المهربين من أجل الوصول إلى سعر مناسب. تتباين الأسعار في سوق التهريب، والسبب ينقله لنا أحمد مهرب سوداني، سجلنا معه لقاء صوتي بحجة أننا في حاجة لتهريب أقارب لنا في السودان. وخلال المفاوضات حاول أحمد إقناعنا بأفضل طريقة للتهريب. أقول لك الطريق بتاع حلفة واطبر ده هنا ما شغالين بيه كتير، شغالين بيجاه شلتين نسوان. والله زي ما طبر ديل هم بيتعاملوا أساسا مع رشايدة، تمام؟ بعدين هم أرخص مننا، أنا مش ما أكذب لك، تمام؟ السير أقل مننا نحن، لكن بيرموا الناس في الشارع، والرشايدة اللي عندهم أصل لا فصل. نحن ناس معروفين يا سامي، نحن ناس قبائل قاعدين على الجنوب، محافظة البحر الأحمر شلتين، تمام؟ ناس معروفين نحن، بنشتغل بكل صدق وبكل أمان، ما عندنا دعوة بأنه نعزي ناس ولا أي حاجة. نتفق معك بيصير، عجبك تدينا بنوصل لك، ما عجبك نقول لك الله يكرمك. لكن ناسك ديل حتى لو سيري، أنا لو شايف أنت غالي أنا أفضل لك ترفع ناسك من بورسودان، أنه بورسودان هنا ناس معروفة، ناس معروفة أصلا وفصلا. يعني أنت لا قدر الله لو حصلت عليك أي حاجة قروشك بترجع عليك، لكن الغدر المكتوب اللي يجي من ربنا ما نقدرش نعمل منه حاجة. نعم. بعد المفاوضات على السعر تبدأ الرحلة. جاء خدنا السمسار من أبو حمد ودانا بيت،
جاء المصري بعربيته سايق بوكس، فإحنا ركبنا ومعانا كم أسرة ومعانا شباب. طلعنا من أبو حمد بالبوكس معانا دليل، الدليل سوداني. ركبنا العربية اتفق تقريبا الساعة 9، الساعة 9 بالليل مساء، يعني أسرة هم 3 نفر وبأولاده تقريبا 8 نفر هم، بينا نحن يعني بيكون 12-13. لا عربية صغيرة يعني كنا متضايقين فيها شديد يعني. والله قاعدين وشايلين يعني الشفع كلهم، الصغار صغار كلهم شايلين في رجلينا. اتحركنا بالعربية مسافة ساعة أو ساعة وحاجة، بعد ذاك وقفنا واتجهنا الاتجاه الشمالي، مظلم الطريق كان مظلم، جبال بالاتجاهين كلها جبال. وأحيانا تنتهي قبل أن تبدأ. خشينا معبر مصري قبضونا، أنا جيش مصري جيشين قبضونا مع أولادي، أرفوا عدكم أرفوا بالسلاح، حددونا رفعنا يدنا، مش معاكم رجل؟ قلت لا أنا وأولادي بس مش معانا رجل. خلاص أخذونا ودونا معبر مصري، حطونا في خيمة، بيتنا رقدنا للصباح. الصباح يعني الساعة مساء، الساعة 4 مساء كانوا جابوا جيش، حركوا الجيش يعني قريب 3-4 جيش، ساقونا ودونا أسوان، ودونا أبو سنبل، حطونا في السجن مع أولادي 8 يوم. شالونا راح بينا هنا اسمه شنو أبو سنبل عشان يجيبونا حلفة. ثم تبدأ الرحلة من جديد. بعد ما عدينا 8 أيام في السجن سلموا، رحلونا حلفة، سلمونا في يد جيش سوداني، جيش السوداني شالوا بياناتنا وتركونا في السودان. تاني بعد ده قررنا تاني نمرنا نجي بالتحريب مرة تانية. الحمد لله مع أولادي تاني جينا بتحريب بطريق أبو حمد، قعدنا 3 أيام. والله قعدت الحمد لله في صعوبة شديد يعني ما تخيلت في حياتي. أنا زمان نشوفه في التلفزيون يعني ناس في حريب، الأمة أطفال تكون تعبانة تجري هنا تجري هنا، ما تخيلت أنا حيجي فيه يحصل فيني، والحمد لله ربنا ابتلاني فيه والحمد لله. هو كان شايل بندقية، لما العربية اتحركت بسرعة كده بدأ يضرب نار. أنا كنت خايفة لأنه عندي أخواني وعمتي وأخوي الصغير، ديل كانوا قاعدين يعني رجولهم برا على اتجاه الباب حق البوكس، وهو كان بيضرب في المنطقة دي. في أطفال معانا صرخوا، لما صرخوا الضابط قال وقف ما تضرب نار، معاهم أسرة وأطفال، فالضرب كان وقف وإحنا تاني ما شفنا حاجة غير الغبار. أنا في اللحظة دي حسيت إنه يعني واحد من أخواني اتصاب بطلقة ناري، وأنا ما كنت عارف أعمل شنو في اللحظة دي، أو أفقد واحد من أخواني، فإحنا كنا خايفين شديد. وقفنا كم مرة يمكن مش عارفة يعني، نزلنا وكان معه ناس تحب ينزل يتكلم معه، وتاني بيجي راجع بيقفل الباص وبيقول ما داير أي حركة وما داير صوت ولا دارين حركات تعليمات يعني، بينزل تحت ويقول ما يفتح الشباك ما يفتح الستائر مش يعني. أهوال تحكيها المسافرات بشكل غير نظامي، رصاص شرطة الحدود وشمس حارقة لا ترحم وعطش صحراوي قاتل، عوامل تسببت معا في مقتل الكثير من السودانيين خلال رحلتهم من السودان إلى مصر. كان الدليل بيقول لنا دي غبور بتاعت ناس كانت جاية تهريب وماتوا واندفنت هنا، وحتى في غبر صغير قال لنا ده غبر طفل قبل يومين، العربية جارية كان في مطاردة فالطفل ده يعني وقع، وما في زول يعني العربية اللي كان شايل أسرته ما وقفت. لا يهتم المهربون بسلامة الركاب ولكن بما يملكونه وبما يمكنهم دفعه كمقابل للرحلة فقط. العبر أصلا للغابة، الغابة أنا بالحسب الركاب الراكب في 300 جنيه سودان، 300 ألف سودان من هناك أهو بنبدل يعني بنركبهم العربيات وبنتحرك على الأنصاري، من الأنصاري العربية اللي بتيجي تاخد الركاب بنحاسبه في الراكب الواحد جرام ذهب، بنشيل الركاب بناخد منه بنزين جاز بترول المهم، وبعد كده بيسلموا العربيات المصرية. والله في السودان هناك لو اتقبض السواق زاد في نفسه إعدام، ما عارف أنا في مصر عقوبتهم شنو، الركاب بيرحلوا ولادي.
يصل من يصل إلى القاهرة ويختفي ويضيع ويموت كثيرون على الطريق، رحلة طويلة عندما ينجو منها آلاف السودانيين يكونون أصلاً في حاجة سريعة إلى دعم نفسياً ومادي. الناس الجايبة التهريب بتكون معاناة أكتر، لأنه بتكون فقدت يعني حتى الحاجات البسيطة هي جايبة، يعني بتكون فقدتها في الطريق. في ناس فقدت أرواح، في ناس فقدت حاجات يعني ممتلكات، فالضغط بتاعهم بيكون أكتر أكتر من الناس الجاية عبر المعبر. يعني الناس الجاية بالتهريب بجد معاناة أكتر بشديد. بعدما كان يبدو الوصول إلى القاهرة حلم يلوح وإشارة إلى النجاة، تتحول الأحلام أحياناً إلى كوابيس. كنت شايلة هم أخواتي وهم أهلي خليتهم ورا. لما وصلت القاهرة ما كنت أعرف أنا حامل شنو، ولا يعني ناكل من وين، نشرب من وين، نسكن وين. إحباط شديد يعني. أنا كان في السودان يعني كان أوضاعي كانت فول يعني. يعني أنا الشاشة عندي 3-4 شاشة في البيت، غرفة وهول يعني ومطبخ، يعني ما ناقصني حاجة كان الحمد لله. إحباط شديد، ما مرتاحة والله جد كنا يعني عين الوضع صعبة صعبة والله الحمد لله. صعبة شديدة والله، لكن الله يسهل إن شاء الله. تزايد عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بمقدار 5 أضعاف منذ أبريل عام 2023، ليصل إلى 315 ألف لاجئ سوداني، يمثلون أكثر من 52% من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، وعددهم نحو 590 ألف لاجئ من 60 دولة أجنبية. ومع هذه الزيادة تضاعفت أهمية دور المجتمع المدني وما يمكن أن يقدمه للاجئين السودانيين في مصر. أنا الأسر اللي بتجيني هنا في المبادرة أول حاجة أنا بديها توعية بأنها هي كيف تقدر تسجل في المفوضية أول حاجة عشان تقدر تعيش بأمان وتقدر تأخذ الأوراق الرسمية، وبعد ذاك تقدر تقدم في المساعدات بالنسبة للمنظمات الشريكة للمفوضية، إذا كان سكن، إذا كان صحة، إذا كان تعليم، إذا كان محتاجين لمساعدات مادية يعني. وبينما بدأت القاهرة في الإعادة القسرية لعشرات السودانيين اللاجئين بعد احتجازهم تعسفياً، تبدأ أمال السودانيين في السلام والحياة الهادئة بعيدة وغير قابلة للتحقيق سواء في السودان أو في القاهرة أو في الرحلة بينهما. فكانت رحلة متعبة، وإحنا بيوم وليلة بس حياتنا اتقلبت. يعني إحنا كنا عايشين في سلام، عايشين في بلدنا مطمئنين، فجأة يحصل دمار شامل لبلدنا، نتفرق. بتمنى إنه الحرب يخلص عشان السودانيين كلهم يرجعوا بلدهم، ويزول يرجع بيته، لأنه الناس دي هنا قاعدة تعاني.